ومعنا للتعقيب على هذا الموضوع عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. مرحبا بك معنا سيد زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. أيضا أخبار تحدثت عن عملية ابتزاز من قبل ميليشيا الحشد الشبكي لرئيس جامعة الموصل، هل من معلومات وتفاصيل أكثر حول هذه الواقعة؟ نعم، هناك معلومات مؤكدة وردتنا من مدينة الموصل عن قيام ميليشيا الحشد وتحديدا آمر لواء 30 وعد القدو، للتصحيح وليس القدو، عائلة القدو عائلة مصلاوية معروفة، وهذا شبكي من عائلة القدو. هذا الشخص المطلوب للخزانة الأمريكية استدعى رئيس الجامعة الذي رفض بدوره الذهاب لسهل نينوى، ولكن اصطحبته قوة لمقر العصائب في مدينة الموصل، وبإشراف العصائب تم تهديده وابتزازه بأن عليه أن يعين 4 من هؤلاء الكليات إلى في جامعة الموصل، وبأن عليه أن يغير الستاف الكامل موجود في مكتب رئيس الجامعة واستبداله بعناصر من الحشد أو الموالين لهم، وهذا ما جرى في معظم الدوائر في مدينة الموصل. ولكن السيد قصي الأحمدي رئيس جامعة الموصل رفض الأمر جملة وتفصيلا، وأوضح بأن اختيار عمداء الكليات يأتي عبر ضوابط وشروط علمية رصينة، ويجب تقييم هذا الشخص ويجب تدريجه بالدرجات العلمية حتى يمكن أن يكون عميد كلية. ثم طرحوا عليه اسم السيد وحيد محمود رمو عميد كلية العلوم والسياحة الحالي، وتعيينه كمساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون الإدارية، والرجل رفض كذلك الأمر، وعلل أسباب الرفض بأن السيد وحيد عليه مؤشرات فساد، وهو متعاون مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي سنة 2014، وهو محل غير مرحب به، وهو غير من الثقات، يعني لا يثقون به كونه تعامل مع تنظيم إرهابي. فقام وعد الكتو بتهديد رئيس جامعة الموصل وابتزازه بأنه سيثير عليه ملفات إرهاب، وهذا ما قام به للأسف الشديد تجاه أعرق جامعات العراق، جامعة الموصل التي تأسست في ستينيات القرن الماضي وخرجت علماء وأجيال من الأساتذة والمعلمين وكبار الشخصيات التي مثلت العراق في داخل وخارج العراق. نعم، في الحقيقة أستاذ زياد لا يعرف أين تصنف مثل يعني هذه الانتهاكات الصارخة بحق التعليم، ولا سيما يعني نحن نتحدث عن جامعة هي من أعرق الجامعات كما تفضلت، لكن كيف تقيمون أو تعلقون على رد رئيس الجامعة على هذا الانتهاك الصارخ؟ جاء موقف رئيس جامعة الموصل مخالف لبقية رؤساء الجامعات في داخل محافظة نينوى، حيث رضخ رئيس جامعة الحمدانية ورئيس جامعة اللعفة ورئيس جامعة نينوى مزاحم الخيار، وعين مساعدين للشؤون العلمية والإدارية من قبل الموالين للحشد الشعبي. السيد قصي الأحمدي رفض هذا الأمر كون جامعة الموصل لها خصوصية كبيرة، وكونها تتمتع بدرجات علمية ومصنفة من الجامعات التي تعتبر من أفضل الجامعات العراقية وأفضل الجامعات في الشرق الأوسط، وحصلت على تقييم عالي جدا في ثمانينات القرن الماضي، حيث صنفت من أفضل الجامعات حتى تجاوزت الجامعات الأمريكية والبريطانية. ولكن موقف السيد قصي الأحمدي يجب أن يدعم من قبل أهالي مدينة الموصل وأبناء محافظة نينوى، كون هذه الجامعة تمثل كل العراقيين، حيث درس فيها ابن البصرة وابن بغداد وابن الأنبار وابن ديالة وابن الديوانية، وكانت من أهم مراكز مناهل العلم للعراق، وفتحت أحضانها لكل العراقيين، وعبر سنوات طويلة جدا اليوم يريد الحشد أن يجعلها وكر ومركز نفوذ إيراني داخل مدينة الموصل، ويحاول أن يجعلها نقطة انطلاق لنشر مفاهيم دخيلة على المجتمع الموصلي. هذا هو السؤال أستاذ زياد، ما الهدف أو ما الأهداف من خطة ميليشيا الحشد لاستبدال العمداء والكوادر ككوادر مكتب رئيس الجامعة وغيره، إضافة إلى ما تفضلتم به؟
نعم، لا يخفى على الجميع بأن هناك مدرسة باسم مدرسة الخميني في سهل نينوى، ولا يخفى على الجميع بأن هناك إعدادية إسلامية تقبل من غير أي شروط الدراسة في وهي مدرسة الصادق للدراسات الإسلامية، تخريج أي شخص بدون أي شهادة لكي يتم قبوله في أي كلية، مستثناء من الشرط المعدل والعمر. وهذه تجاوزات واضحة على التربية والتعليم العالي في العراق، ويريدون تكرار التجربة، فلم يكن هناك أي رادع من قبل بغداد، ولم يكن هناك أي رادع من قبل أي جهة رقابية أو تنفيذية أو سلطة قضائية عليهم. فقاموا بإنشاء بالتقدم والتغلغل داخل الجامعات في محافظة نينوى، آخرها جامعة الموصل التي وقف أمامها السيد قصي الأحمدي بشدة ورفض تدخل الميليشيات في عمل المؤسسات العلمية الرصينة، خاصة وأن جامعة الموصل بالمناسبة أستاذ زياد، هل يمكن أن يشكل هذا الرفض للانصياع للأوامر خطرا على حياة رئيس الجامعة لا قدر الله؟ نعم، بكل تأكيد هناك من غرد بتغريدة، وهناك من نشر موضوع في الفيسبوك وتم قتله، فكيف من يرفض هذا الأمر أمام أكبر مجرم مصنف حتى دوليا، بأنه الجميع يعلم بأن السيد وعد القدو أمر لواء 30 هو مطلوب بالخزانة الأمريكية، وعليه ملفات قتل وتعذيب وملفات تهجير وملفات ابتزاز وتدخل في معظم دوائر الدولة. والسيد وعد القدو لديه ممارسات وعليه وثائق، وهو مطلوب داخل أوروبا أيضا بعمليات غسل أموال وتهريب، حيث كان مقيم في ألمانيا ثم خرج هاربا من ألمانيا. لذلك هذا الرجل ممكن أن يتعاطى مع السيد رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي بالقتل أو الترهيب أو الاعتقال، وهو قام بذلك يعني علنيا، حيث قام بابتزازه نعم، وترهيبه. وأعتقد بأن حياة السيد قصي الأحمدي في خطر إذا ما نفذ وعد القدو تهديداته، وهو ممكن أن ينفذها كون لا هناك أي رادع لوعد القدو، ولا تستطيع أي قوة أمنية في محافظة نينوى مواجهته. حتى رئيس الوزراء عندما طلب نقل لواء 30 رفض الأمر، وأتى بأمر من إيران خامنئي بشكل مباشر، ورضخ له رئيس الوزراء المنتهي نعم، المقال عادل عبد المهدي. شكرا جزيلا لك الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.